حاب أقول لكم كلام يجب أن تعوه بقلوبكم قبل أن تسمعوه بأذانكم. يا سلام. ممتاز؟ ممتاز. أولا نتحمد بالسلامة ودعواتنا الصادقة للعمدة ركان بن ملهي. الله يقبل سلامته. بإذن الله دعواتنا له أن الله يعجل بشفاءه ويجمع له بين الأجر والعافية. ممتاز. أول شيء بحكم أني الحين معاول العمدة يوم منيب عطني صدى حقي يا عيال. صح. راحتك. خذ راحتك. تواصل معنا العمدة ركان بن ملهي وأوكل إلي مهام العمدة. جميل. عبد المجيد بن نفال اليوم أنت أحد معاونين العمدة. ما شاء الله تستاهل. طول عمرك. هذا شرف كبير جدا أبو غدال، وأنا والله العظيم يهمني سلامة العمدة أكثر. وإن شاء الله يعود العمدة بكامل قواه الجسدية والعقلية. وين الشباب؟ الشباب موجودين. موجودين؟ موجودين. لازم نشوف حل ل. يلا أنا قاعد هنا أبو غدال. أرجع هنا وتكلم عليهم أنا هنا. يلا. موجودين الآن ورانا، بإمكانك أن نوقف يمينك ويسارك وأنت المتحدث. في بيض؟ لا شاهد. البيض فكنا منه يطلع له رأي. لك فقدة يا أبو هذال. بسم الله. والله لك فقدة يا أخوي. أنتم لو تفكون المكان ما يشد أحد. بسم الله. ملايين البقى يمنام ما يبقى. مرحبا يا خالد. تعال يا حبيبي خلني بعطي العيال كلام. سلم علي. سلام. سلم علي. سلام الموادع مدريوش. سلم. سلام عليكم يا قوم. تعال أبو هيف. أرحب يا أبو هذال. أسعد الله مساءكم بكل خير. أجيك أحبك ولا أصبر؟ أنا بجيك. لا لا حن بنجيك ونحبك. حنا بنجيك ونحبك يا أبو حسن. كل الخطاب من هنا أبو هدار. يا الحسود. لا لا تحذف. لا تحذف. يا الحسود. يا القارشة. يا البليش. يا الحسود. لا لا لا. ما أنت مصبيان محلف. أسلم. أول شيء دعواتنا القلبية الصادقة للعمدة أن الله يقومه بالسلامة. آمين. ثاني شيء أوكل إلي ركان بن ملهي سعادة العمدة مهام العمدة لهذا اليوم. استاهل. استاهل. فلذلك نبيه يوم مختلف في التاريخ والجغرافيا والعالم العربي والإسلامي. تم تعيين العملاق عبد المجيد بن نفال كمعاون للعمدة. بالنسبة لعبد الرحمن العصيمي تسحب منه جميع الصلاحيات وتسحب السديرية. هو وينه؟ الله يستاهل. هو وينه عبد الرحمن؟ وينه عبد الرحمن؟ وينه؟ هو وينه عبد الرحمن؟ ما أدري وينه. مختفي. عاد سهران والله نخربها معك اليوم. تعبان. واه تعبان والله. تعبان. ايوه. عبد الرحمن العصيمي يقول انا تعبان اليوم، وتم توكيل مهام عبد الرحمن العصيمي لمحمد حسن الزعيزي. يا ايش ذا القرارات والله. يا صفقه والله يا الربع صفقه. انتم علام. لذلك الان العماده بتنتهي. ما انا ساعتين. كم باقي عليها ساعه؟ ساعتين. لو انها الساعتين هذه بيكون فيها اختلاف. عبد المجيد قوي وفارق. لو انها ربع ساعة يكفيني شرفا وفخرا ان اكون معاون لك. من الان يا معاون العمدة، والعمدة سوف تعم الفرحة في ارجاء المكان. نعم. الله اكبر. فليخسع الخمول وليخسع الكسل ولتعيش الفرحة ولعيش الريالتي. الله اكبر. الله اكبر. تعال تعال معاون العمدة. تعال. يحيى العمدة. يعيش العمدة. انا اللي ولي. ولا مشينا هناك في بيت سلطان الامير. يعني اركب ولا انزل؟ لا اللي بيزق ياخذ مني البراد. عطني البراد. انت بتحار حار الحين. لازم نسوي عاد. اقول لك انت بحار حار. الحار كلام الجوابه. نبي انا اللي وليفي. يلا انزلوا 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 انزلوا. مين اللي كان لازم حقت عادل؟ اقول لا حقت نايف. عيال فهد كاسات شاهي لا يفوت عينك. لا يجيب لك يا قلبي. ها بحكم هذا. ايش فيك؟ نعم حمد زعيز. لا 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 وعطنا الشاي. عطنا شاي. مساك الله بالخير. مرحبا والله. وما شربت. يلا حي سلم ابراهيم. عندك كلام؟ اقول اول شيء مساك الله. هلا وسهلا حبيبي ابو عبد الله. حبيبي الله يبارك فيك في محله. الله يسلمك. انا طال عمرك عندي طلب. بدي تشغلون شيله ابو حسن. تمام. الله يطول. يلا تعال خلينا بنرتب اللوكيشن. شيل ابو حسن. شيل ابشر بسرعه يا معاونين العمده. اقسم بالله لا افصل عبد المجيد اذا ما جاء. يا حبيبي يا محمود عبد المجيد نفال. ترى بنقوم بفاصل كذا. ما ابو مشعل. شيله شيله. راحت على الرجل. شيله. لاي 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 لاي
لا تطرح لي ترى ما عندي من الثياب الا ذا يا ولد العلاج يبالي يلا بركب على الكرسي لا لا فكر فكر ابو سامي الله لا يجيب الكرسي الثاني يحطه هنا ترى يا وطت على رجلي ذي ما تفي ما شاء الله تبارك الرحمن طلع الخراط كله كلام والله ثقيل والله جيت على رجلي يا بسم الله عليك جيب الكاسه بس ما عليه تعذبونا تعذبونا ابو سعد يرجع المطبخ هذا كيف يا ابو هذال عادل تراك معاون هذال ومشعل وين دخل تسوي لك كذا وتجيب وتنزله وتقول روح جيب الكاسات ايه ها اي نزل عادل ولا خذيت ريال يا نسيت سلها والبارد وش نطلب يا ابو حسن عشان احتماليه العمده انا لي وليف كل مقفى وصد وراح تزايد هموم القلب من دون تدريبي انا لي وليف كل مقفى انت صفك انا لي وليف كل مقفى وصد وراح تزايد هموم القلب من دون تدريبه لا تحدانا عند الملك لا تحدانا 200 خطوه ريالتي زياده لا تعد 500 خطوه يلا عاد انك حسود العلم بحكم اني الان في منصب العمده باذن الله العرش الى ان يعود راكان ببلهي عماد اللي ما درت عنها الاخر يوم سالما وغانما ومعافى عماد ما درت عنها الاخر يوم سم اخر يوم بس ما يبقى اخر يوم الله يسلمك من كل شر تعطينا علوم راكان شلونك راكان طيب وبخير ومعتنز على جبل ولا يطيح الجبال الذريه اللي حول عادل بنيف انت معاون عمده تعال لازم أحوه. انا بعلمك هو مقهور من ريالتي عندي انها على من ريالتي يا عم الرجال ما بقى له ساعتين يلا نبي شوكولابا شوكولابا ولا انا ولي ولي لا 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 انا لي ولي اباضه يعني انا الحين صاير عمده لمده ساعتين اتمنى يا اباضه انك